تعرف احنا مفتقدين قيمتك وموهبتك الكبيره في ملاعب الكوره دلوقتي، ولكن بطبيعه الحال الايام بتغير ويبقى فيه لاعبين جدد. لو سالتك انت بتلعب كوره دلوقتي، لو فرضا بتلعب كوره دلوقتي واختار 10 لاعبين يلعبوا جنبك من اللعيبه اللي موجوده في العالم دلوقتي، تختار 10 لاعبين مين هم؟ من اللاعبين الحاليين الآن أم من السابقين؟ الحاليين الآن. إنه سؤال صعب جدا بالنسبة لي. أنا قلت من قبل ثلاث لاعبين، دي بروين، امبابي، صلاح. بعد ذلك صعب، سؤالك صعب. ماركو فيراتي أعتقد إنه لاعب رائع أيضا. حارس مرمى. حارس مرمى ليفربول هو حارس رائع ايضا. ايضا صعب، سؤالك صعب. اعتقد ليس من السهل ان اعطي قائمه هكذا. في جميع الفرق يوجد لاعبين كبار جدا ورائعين. انا احب ايضا كريم بنزيما، طبعا اعتقد انه لاعب قوي، لاعب قوي جدا. بنزيما وامبابي في الامام، محمد صلاح على الجانب الايمن، دي بروين خلفه، ماركو فيراتي، ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان. بعد ذلك اعتقد الابا من ريال مدريد، الكسندر ارنولد من ليفربول، هوندك. اعتقد ان هذا هو فريق. في الجانب الايمن انا ابحث لاعب اخر ايضا على اليسار. صعب، سؤالك صعب. انا اشكل فريق الان في هذا الثراء من اللاعبين، صعب سؤالك.